يا إلهي شو سريعة، لمريض السكر للكيتو دايت على البارد، وصفة مرنة وبسيطة ما في لها عيارات. ممكن نوضع نصف كوب لوز ني وربع كوب بذور تشيا وواحد كوب من الماء العادي. ممكن إذا بدنا إياها أقل ليونة نكتر الماء، ممكن بدنا إياها سميكة نزود التشيا، هذا هو اختياري. ممكن نوضع كاكاو خام عليها، ممكن نطحن أي نوع فواكه مجمدة أو فواكه عادي حسب نظامكم الغذائي. ممكن نوضع بديل السكر ستيفي أو جوز الهند حسب نظامكم الغذائي، التحلية ونوع الفواكه. يعني فيها وصفة فيها مرونة كتير، بعد ساعتين أو أربع ساعات تتماسك أكتر، كل ما طولت أكتر بالتلاجة كل ما تماسكت أكتر. ما في نظام أكل أو نوع طعام مناسب لكل الناس، بالأخص اللي بياخدوا أدوية والحوامل لازم يستشيروا الطبيب. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية، المهتم في الغذاء الصحي يشترك. كان يوصلكم كل جديد في أمان الله.